مع اكتمال القمر ودلالاته وتواريخه، وعلى وقع الدفوف والأهازيج الممزوجة بالفرح والبهجة، يحيي أهل الزبير مناسبة قرقيعان كما تسمى شعبيا بوصفها تقليدا متوارثا في البصرة هنا، إذ تحرص الأسر على الاحتفال بها منتصف شهر رمضان. القرقيعان له رمزيته، يحبه الصغار والكبار لدرجة أنه بات أحد أشكال التراث البصري الثابت المشترك مع العرب في العراق وطول سواحل الخليج منذ قرون. القرقيعان الأصل ماله خليجي، هذا الشغل شغل الخليج، فإحنا احتويناه من عندهم. كمثال الكويت عندك أكثر شيء البحرين يستقبلون رمضان بهذا الطقس. وطبقا لموروث البصرة، فإن الأطفال يجتمعون بعد الإفطار مرتدين في هذه المناسبة أزياء شعبية وحاملين أكياسا من القماش الملونة، ويجوبون الأزقة مرددين أهازيج القرقيعان، ليقوم بعد ذلك أصحاب البيوت بتوزيع الحلوى عليهم. احنا نحييها القرقيعان، يعني من يبدي يوم 15-14 نطلع جهنة للقرقيعان، ندخل على المنطقة جار ندق البيبان ونقول لهم قرقيعان وهالمناسبة الحلوة. العادة التراثية أخذت مؤخرا طابعا عصريا، فصارت لقرقيعان موضة خاصة به. بعض الأسر تهتم كثيرا بالتقاط الصور لأطفالها وهم يرتدون الملابس التقليدية كالدشداشة بالنسبة للأولاد وفساتين الزري يلبسنها الفتيات. بيوم القرقيعان يكون إقبال قوي على التصوير، يعني العائلة تصور ويا الأطفال مالتهم أو الطفل نفسه يصورونه بالزي اللي هو يرتديه، اللي زي المخصص للقرقيعان. الاحتفال بقرقيعان مناسبة تتجدد في منتصف شهر رمضان، وهذا التقليد السنوي بات موروثا شعبيا هنا يأبى الاندثار. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.